بإطار مكافحة الجريمة بجتى أنواعها، تمكنت مصالح لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة أمن ولاية بازا من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تنتهي السرقة والسطو على المحلات التجارية. العملية جاءت بعد عمل استعلامات ميداني وخطة أمنية محكمة، مكنت ذات الفرقة من توقيف 5 أشخاص من ذات المجموعة الإجرامية، وتمكنت من استرجاع ما يلي: 6 هواتف نقالة، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، مبلغ مالي يقدر ب 52,000 دينار جزائري. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة القليعة فور استكمال التحقيق.